هذه عملية صح. هذه يا أخوة لوحة أو شاشة عرض عملاقة، شاشة أحد المحلات عملاقة في مصر في إحدى المدن في شارع فيصل. تقول الرواية أنه هكر اخترقها وبث هذا الفيديو فيها لدقائق معدودة. الفيديو يتريق على السيسي ويفضحه، حيث يقول في الفيديو: هو أنتم مش عارفين إن أنا حرامي ولا إيه؟ وارحل يا سيسي. ومن هذا الكلام الفيديو أصبح ترند في مصر الليلة، حصل وضجة قوية ونزلت حملات أمنية قوية وحصلت اعتقالات عشوائية في شارع فيصل، خلي شارع فيصل من الناس، وجرى اعتقال صاحب المحل وعدة أشخاص، والدنيا مقلوبة رأسا على عقب الآن. حركة ذكية، حركة ذكية، ونناشد من كل المبرمجين والفاهمين في التهكير أن يستعملوا هذا الأسلوب تهكير شاشات العرض في شوارع المدن العربية وبث رسائل فيديو عليها.